تشرك بي شيئا وتصدر بيتي للصائفين والقائمين والركع السجدين. صدق الله العظيم. لم يكد إبراهيم عليه السلام يتلقى هذا الأمر من العلي القدير حتى أسرع مع ولده إلى الربوة العالية وأخذ يزيلان الأطلال من فوقها وينقلان الصخور والأحجار والأسربة بعيدا عنه. وعندما انتهيا من ذلك وظهرت لهما القواعد الأساسية للكعبة المشرفة بيت الله الحرام، أخذا في رفع القواعد وبناء بيت الصباح والمساء سلبيات الطائفين من كل جنس ولون. أجل يا ولدي، وإنها لرحلة طويلة. ماذا تعني بقولك طويلة؟